بعد قليل بيخوض المنتخب الوطني مباراة هامة أمام منتخب غانا في المباراة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار. هذه المباراة بتحدد بشكل كبير مصير المنتخب الوطني خلال البطولة، خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق بنتيجة 2-2. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قبل قليل تشكيل المنتخب للمباراة والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، خط الوسط حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، خط الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. خلونا نعرف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل اللقاء. معانا هاتفيا الناقد الرياضي محمد يحيى. أستاذ محمد أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ. أستاذ محمد احنا محتاجين حد يطمننا بصراحة، يعني حد يقول والله لنا رأي متفائل إيجابي، يعني يشعرنا بالطمأنينة خلال الدقائق القادمة. والله إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله، يعني 11 راجل في الملعب لو عندهم روح وعندهم قلب وبيأدوا بالأداء الطبيعي بتاعهم إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب المباراة بكل سهولة، لأن إحنا لاعبتنا عندها الإمكانيات وعندها المهارات وعندها التجهيزات اللي تساعدها إن هي تحقق الفوز بكل سهولة وبكل أريحية على أي منتخب في أفريقيا، مش مجرد منتخب غانا. منتخب غانا منتخب كبير عنده تاريخ عنده لعيبة مهمين، ولكن منتخب مصر فيه لعيبة من أهم اللعيبة في العالم طبعا محمد صلاح، في لعيبة مميزة بتلعب في الدوري الإنجليزي وبتلعب في أوروبا في الدوري الألماني وبتلعب في الدوري التركي، في لعيبة مميزة جدا في المنتخب المصري. إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق حالفنا ويكون اللعيبة في كامل تركيزهم ويكونوا في يومهم عشان نقدر إن شاء الله نعدي المباراة دي بسلام، وبالتالي ان شاء الله يبقى خدنا خطوه كبيره جدا للتاهل لدور 16 في بطوله كاس الامم الافريقيه. استاذ محمد، فيتوريا عمل ثلاث تغييرات: محمد هاني بداله عمر كمال عبد الواحد، عمر مرموش بدل تريزيجيه، وكمان عندنا امام عاشور بديل لزيزو. هذه التغييرات الثلاثه ممكن تصنع على ارض الملعب تغيير واقعي يخلي شكل المنتخب مختلف عن الشكل اللي شفناه في مباراه موزمبيق اللي فاتت؟ والله التغييرات دي مهمه جدا، هو اصلا في تغيير في طريقه اللعب كمان، منتخب كده ان شاء الله بيلعب النهارده بطريقه 4-2-3-1، فبالتالي احنا بنتكلم على تغيير في الطريقه او الهيكل اللي كلنا ماشيين بيه. وجود امام عاشور هيلعب رقم 10 تحت ثلاث لعيبه بيلعبوا في خط الهجوم، محمد صلاح مع مرموش مع مصطفى محمد، فطبعا كل دي تغيير كبير جدا. اول مره المنتخب مع ري فيتوريا بيلعب بطريقه 4-2-3-1، كانش بيلعب باللاعب رقم 10 اللي هو امام عاشور، فبالتالي هنشوف النهارده توظيف امام عاشور في الملعب، لان برده خلي بالك كل دي اسماء على الورق لسه مش شايفين التطبيق على ارض الملعب هيكون عامل ازاي. عمر كمال عبد الواحد هو الباك رايت الاساسي لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، فبالتالي وجوده مش مفاجاه، هو غيابه الماتش اللي فات هو اللي كان مفاجاه، فبالتالي عمر كمال عبد الواحد حاجه مهمه ومؤثره. طبعا الناحيه التغيير الثالث مرموش مكان تريزيجيه، هما الاثنين نفس المستوى تقريبا، وان كان مرموش بيتميز بالسرعه شويه عن تريزيجيه، فهنشوف ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك توفيق يكون حالفهم، التطبيق على الورق مختلف عن ارض الملعب، ان شاء الله يكون التطبيق في ارض الملعب باحسن شكل ممكن باذن الله. انا عارف ان احنا مش بنخلق مبررات، لكن هل فعلا ممكن يكون لاعبتنا تعودوا على درجه الرطوبه المرتفعه الموجوده في كوت ديفوار واللي أثرت عليهم بشكل كبير جدا بدنيا المباراة اللي فاتت، ولا ده مجرد أسباب ليس لها علاقة بالأداء؟ لا أكيد لها علاقة بالأداء، لأن هم بشر في النهاية بيتأثروا بتغيير المناخ، وده في كل حتة في العالم بيحصل تأثر في الأداء بسبب تغيير المناخ، فطبعا ده طبيعي، خصوصا ان احنا الشوط الاولاني في المباراه اللي فاتت كنا كويسين جدا لما كانت اللعيبه فريش، بس بعد كده مع المجهود اللي بذل في الشوط الاول في الشوط الثاني تراجعنا شويه على المستوى البدني، فطبعا النهارده كمان المباراه متاخره شويه، فده بيديك تقل درجه الرطوبه، فان شاء الله يكون زي ما بقول لك اللعيبه في كامل تركيزها، بس ده اللي احنا محتاجينه، احنا عندنا كل الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا نحقق الفوز، بينقصنا بس التوفيق والتركيز، هما الكلمتين دول اللي مفتاح الفوز بالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله. نتفائل يعني يا استاذ محمد. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك.